التمرين رقم 11، 11 هو هذا التمرين. المرحلة الأولى نقل السؤال، المرحلة الثانية وقال أنجز الجداءات التالية، أنجز الجداءات التالية. العدد أ فيه إشارة ومقدار، وهذا العدد ب فيه إشارة ومقدار، إشارة ومقدار، إشارة ومقدار. لماذا إشارة ناقص؟ واحد، اثنان، ثلاثة، عدد فردي. لماذا ناقص؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، عدد فردي. لماذا زائد؟ واحد، اثنان. لماذا زائد؟ واحد، اثنان. إذا كان عدد الإشارات الناقص فردي ستكون فردي، إذا كان عدد الإشارات الناقص عدد زوجي سيكون الناتج عدد موجب. رأينا ذلك في التمارين السابقة. من هو المقدار الذي يبقى؟ واحد في اثنان في ثلاثة في أربعة في خمسة. نفسه هنا، نفسه هنا، نفسه هنا. الحساب، الخمسة في اثنان عشرة في اثنى عشر مئة وعشرون، ناقص مئة وعشرون، هنا زائد مئة وعشرون. إذن زائد 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 زائد. إذن الخلاصة، هذا التمرين سهل. لمن يكون سهل؟ للذي تابع التمارين السابقة. وضحنا في التمارين السابقة أفكار. هذا العدد فيه إشارة ومقدار. الإشارة نحسب عدد الإشارات الناقصة، واحد، اثنان، ثلاثة، ثلاثة عدد فردي فتكون ناقص، أو نقول الناقص في الناقص زائد، والزائد في الناقص ناقص. مثلا هذه، ماذا نقول؟ هذه في هذه زائد، وهذه في هذه زائد، الزائد في الزائد زائد في الناقص. أو نستعمل النظرية التي قلنا عليها، إذا كانت الناقص مكررة عدد فردي من المرات فنتيجتها ناقص، وإذا كانت الناقص مكررة عدد زوجي من المرات فنتيجتها زائد. انتهى حل التمرين 11.